من السهل أن تلد الحيوانات صغارها، لكن من الصعب حماية الصغار بعد ذلك. في هذه الحلقة سنرى كيف تحرص بعض الحيوانات على حماية صغارها. مشاهدة ممتعة. ما الذي يمكن أن تفعله كمية كبيرة من الماء المتساقط دفعة واحدة على سيارتك؟ لا يمكن تخيل ذلك، لكن الماء قادر على طحفان السيارة. إلا أن طيور السمامة وجدت طريقتها الخاصة للتعامل مع المياه وإخفاء صغارها خلف الشلالات. لا نعرف كيف تفعل ذلك، لكن هذه الطيور تعيش بكثرة في الغابات المطيرة والمناطق التي تتواجد بها الشلالات المرتفعة في أمريكا الجنوبية. يمكن لهذه الطيور أن تحلق من خلال الشلالات بشكل عادي دون أن تتأذى. تقضي طيور السمامة طيلة اليوم وهي تحوم في السماء، وفي المساء تعود إلى الشلالات للحصول على الراحة وإطعام صغارها. لم ينجح الباحثون لحد الآن في معرفة الآلية التي تسمح لهذه الطيور الصغيرة بالطيران من خلال الشلالات القوية، فهو أمر يستحيل أن تنجح بقية الطيور في فعله. الشلالات تحمي صغار هذه الطيور من المفترسين، فحتى النسور الكبيرة لا يمكنها التحليق عبر مياه الشلالات. وإذا جرب نسر ذلك فأنتم تعرفون النتيجة. لابد أنكم تتذكرون ما حدث للسيارة. إذا فضل أحدهم العيش على أغصان الأشجار فسوف يصبح فريسة سهلة للمفترسين. حتى الفهود يمكنها التسلق بسهولة. وإذا أراد حيوان حماية صغاره فعليه أن يكون مبدعا، والطائر أبو قرن يدرك ذلك جيدا. فالأنثى تضع بيضها في التجاويف الموجودة على جذوع الأشجار، وبعد ذلك تقوم بإغلاق تلك التجاويف باستعمال لب الفاكهة والفضلات. تغلق الأنثى المدخل بالكامل وتبقي ثقبا صغيرا لإمداد الصغار لاحقا بالطعام إلى غاية أن يكبروا. حتى إذا تسلق أحد المفترسين الشجرة فإنه لن يستطيع العثور على الطيور الصغيرة. وبعد بضعة أسابيع من تفقيس البيوض يصبح الصغار ناضجين وقادرين على الاعتناء بأنفسهم. وحينها تقوم الأنثى بفتح المدخل الذي قامت بإغلاقه ليتمكن صغارها من الخروج. يعاني الصغار بعض الصعوبات للخروج من تلك الشقوق، لكنهم ينجحون في ذلك. حين تنزع الأنثى الفضلات ولب الفواكه من الشجرة تقوم برميها على الأرض. لذلك من المستحسن عدم الجلوس تحت الأشجار التي تعيش عليها هذه الطيور. لا تحصل كل الحيوانات في الطبيعة على وسائل جيدة للحماية. حيوان المدرع على سبيل المثال يستطيع أن يتحول إلى كرة صلبة في بضعة ثوان. أما بعض الحيوانات فكل ما يمكنها فعله هو الركض. تقضي الحيوانات الضعيفة 24 ساعة كل يوم طيلة حياتها وهي تفكر في النجاة من الموت. الإنسان أيضا يفعل ذلك. هذا الفيديو مثلا تم تسجيله عام 1940، ويظهر فيه رجل يقوم باختبار مقعد الطوارئ الخاص بالطائرات النفاثة. يحصل المقعد على دفعة قوية من الأسفل ليطير في الهواء، وقد خضع هذا الاختراع للعديد من التجارب قبل أن يتم استعماله، وبعدها نجح في إنقاذ العديد من الأرواح. على كل حال، ليس الإنسان الوحيد القادر على رمي نفسه بعيدا عند الشعور بالخطر، فصغار الضفادع أيضا تفعل ذلك. تحتاج بيوض الضفادع لبعض الوقت لتفقس، وإذا تعرضت لهجوم وهي معلقة على أوراق الأشجار فسوف يقوم الصغار باللجوء إلى خطة الهروب. تستجيب الضفادع الصغيرة لوجود الأفعى بالقرب منها وتفرز إنزيما خاصا لتحرير نفسها من البيوض. بعدها تنزلق الضفادع الصغيرة بسرعة نحو الماء، وهو ما يصيب الثعبان بالدهشة. ومع خطة الهروب المحكمة التي ينفذها الصغار، فإن الوالدين ليسا بحاجة لمراقبة البيوض بشكل دائم. الصغار قادرون على الاعتناء بأنفسهم. تلك لم تكن الطريقة الوحيدة التي يعتمد عليها الصغار للنجاة. صغار إحدى سلالات حشرة الزير مثلا لديهم خطة نجاة مثيرة للاهتمام. حين يشعر الصغار بالخطر يقومون بإفراز عدد كبير من الفقاعات التي تغطي كامل الجسم. الغريب في الأمر أن هذه الكائنات تبقى قادرة على التنفس بالرغم من وجود تلك الرغوة حولها. تلك الرغوة تخفي الصغار عن أعين المفترسين، ويقول العلماء إن لديها طعما لذيذا ومميزا، لكنها وسيلة تمويه رائعة. كل ما يثير اهتمام العلماء اليوم هو معرفة طريقة تنفس تلك الكائنات وهي مغطاة بكل تلك الرغوة. العديد من الحيوانات تبذل كل ما بوسعها لحماية صغارها،
لكن الطبيعة مثل المدرسة، هناك الناجحون وهناك الفاشلون. الدجاجة الغينية مثلا هي واحدة من أفشل الأمهات في العالم، وهي لا تتحمل أي مسؤولية تجاه صغارها. يمكن للدجاجة الغينية أن تترك عشها بكل بساطة وألا ترعى بيضها، وتلك فرصة مناسبة بالنسبة للمفترسين. وحتى بعد أن يفقس البيض، يمكن للدجاجة أن تترك صغارها يموتون من البرد أو الجوع. قد تذهب الأنثى للحصول على الطعام ولا تأتي بشيء لصغارها وهي في غاية الأنانية. يمكن القول إن الدجاجة الغينية هي أسوأ أم في العالم. أسماك السيكليدا الصغيرة مثلا تقوم ببناء عش صغير أشبه بعش الطيور، وتضع بيضها هناك وترعاه إلى أن يفقس. أسماك أخرى تكون حريصة أكثر على حماية صغارها، ومن بينها سمكة ماوث برودن التي تعيش على السواحل الإفريقية. ترى هذه السمكة أن فمها هو أكثر الأماكن أمانا بالنسبة لصغارها، فبمجرد ظهور أحد المفترسين تفتح هذه السمكة فمها ويسبح الصغار بسرعة إلى الداخل. نحن نتساءل عما يمكن أن تفعله هذه السمكة إذا رفض صغارها التخلي عن هذه العادة حتى بعد بلوغهم. ليست الأسماك وحدها من تفعل ذلك، بل التماسيح أيضا. أنثى التمساح لا تخفي الصغار داخل فمها، لكنها تحملهم داخل فمها من أجل نقلهم إلى المياه للمرة الأولى في حياتهم. تلك الرحلة ليست طويلة، لكن الأم تفضل نقل صغارها بنفسها لكي لا يشعر بالخوف. بالمناسبة، هناك بعض الدراسات العلمية التي تشير إلى أن أنثى التمساح تقوم بتأمين المنطقة أولا وإبعاد كل المفترسين عنها، لكن ذلك لا يساعد الصغار كثيرا، فمعظم صغار التماسيح يموتون لأنهم فريسة سهلة لبقية الحيوانات. تحاول أنثى التمساح حماية صغارها قدر الإمكان، وهي تراقب صغارها باستمرار حتى قبل أن يفقس البيض. صغار التماسيح هم الأكثر حماية على الإطلاق، فهم يحظون برعاية من الطيور أيضا. طيور الكروان الصحراوي تستغل التماسيح وتقوم بوضع بيوضها في أعشاش قريبة من بيوض التماسيح. في هذا الوضع تحرص الطيور على مراقبة بيوض التماسيح، فهي طيور شجاعة ويمكنها مواجهة بقية المفترسين الصغار الذين يحاولون اتهام البيض. وفي نفس الوقت تقوم أنثى التمساح بحماية المنطقة من المفترسين الكبار. إنه تعاون رائع من أجل حماية النسلين، كما أن صغار التماسيح يحصلون على الكثير من الدعم أيضا في الماء، حيث إن الأم غالبا ما تحمل صغارها فوق ظهرها لحمايتهم. لنكن صادقين، من السهل على الحيوانات القوية حماية صغارها، لكن ماذا تفعل الحيوانات الصغيرة مثل القوارض؟ قد يبدو الأمر غريبا، لكن الحيوانات الصغيرة تحمي صغارها عن طريق التكاثر بأعداد هائلة. تقوم التماسيح أيضا بنفس الشيء، حيث تضع أنثى تمساح النيل مثلا أكثر من 100 بيضة مرة واحدة. السبب هو أن العديد من الصغار يموتون، ولذلك فإن الحفاظ على النسل يتطلب الإنجاب بأعداد هائلة. هناك خدعة أخرى لا يدركها أي حيوان باستثناء السناجب. السناجب تقوم بالبحث عن جلود الثعابين وتفركها على أجسادها لتحصل على نفس الرائحة، وهي الرائحة التي تخيف العديد من الحيوانات. تفعل السناجب ذلك بصغارها أيضا لإعطائهم رائحة مخيفة. إنها حيوانات في غاية الذكاء.